يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة والحمرة، وثبت أيضا أنه لم يكن فيه أكثر من 20 شيبة عليه الصلاة والسلام، فهل يؤخذ من هذا استحباب الصبغ حتى ولو لم يكن فيه شيب؟ لم يكن فيه شيب لا، لكن إذا كان فيه شيب يصبغ، ولو كان الشيب يسيرا يصبغ الشيب.